مسألة جمال الصوت، وخاصة لو بعض الناس الصوت جميل فربما يطيل النفس ويطيل المدود، وربما يعني يتجاوز ال6 حركات في التكبير أو في الأذان. شيخي الكريم، فهل هذا جائز حتى ولو كان الصوت جميلا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه نداوة الصلاة والسلام. الصوت وحلاوة الصوت مطلوبة في قراءة القرآن وفي الأذان، ونحن نعلم أن من رأى حديث رؤيا الأذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله: علمه لبلال فإنه أندى صوتا منك. يبقى هنا يبقى ده دليل على أنه من يتولى الأذان يكون حسن الصوت. لكن هناك فارق ما بين حلاوة الصوت وجمال الصوت وبين أنه يطيل في الأذان إطالة على غير قواعد التجويد، فعليه ألا يطيل. يعني ابن عمر لما رأى رجلا حسن الصوت ويطيل في المدود جدا فقال: اخرج بنا من هذا المسجد. قالوا: لماذا؟ قال: هذا الرجل يلحن في الأذان، فهو يبتدع فيه. وقال له: أنا أكرهه في الله. دي فهناك فارق بين حلاوة الصوت المطلوبة وبين انه يعجبه صوته بقى ويقوم يلحن فيه ويطول ويطول ويطول. لا، هذا غير صحيح، او خلاف الاولى على الاقل. جزاكم الله خيرا يا دكتور. نعم، ايضا من